كمية هائلة من البطاطا كالعادة، يعني اللي إخراجها في وقت الحاجة من إن شاء الله بعد العيد، أكثر من 100,000 طن اللي راهي مخزنة اليوم على المستوى الوطني. كذلك من كمية هائلة من البصل. بالنسبة للخضر الأخرى هي ممونة بتنظيم تزامن من نهاية سبتمبر حتى نهاية نوفمبر إن شاء الله. احنا نتوقع ان الانتاج اكثر من 2.5 مليون طن بالنسبه للموسم، بالنسبه للبطاطا ان شاء الله.